الشخص المستغل عاطفيا لازم ما ننسقش ورا عواطفه ولا ورا مشاعره، وننتبه ليه ونديله بالقدر اللي يقدر ان هو يتعامل بالندية ويتعامل بنوع من انواع العطاء والاخذ، مش مجرد اخذ وبس، لان كل حاجة في الدنيا اخذ وعطاء. فلازم لما اديله حنية اخد تقدير، اديله قرب اخد عرفان، وهكذا. اما مسألة الاستغلال العاطفي او الابتزاز العاطفي او زي ما بنقولها الحرمان العاطفي، ده بيرتبط بمدى احتياج الطرف الاخر، وعشان كده بيحصل ساعات يبقى حد خرج من أزمة أو من صدمة، على طول يجي طرف آخر خبيث شوية يستغل الحتة دي ويبتدي يبتز عاطفيا. استغلال عاطفي زي أي استغلال، إن أنا أشوف إن اللي قدامي عنده إمكانيات معينة وأنا أحاول أستنزف هذه الإمكانيات وأحاول إن أنا أستغلها بكل الطرق. ففي الحقيقة الاستغلال العاطفي نوع من أنواع ساعات الاحتياج الشديد وعدم فهم الشخص اللي بيستغل عاطفيا، ده بيبقى محتاج قوي كل شوية لتأكيد المشاعر تجاهه، بيبقى عنده نوع من أنواع العطش العاطفي لحاجات كتير، وبيلاقي ان في أطراف أخرى ممكن تغدق عليه بالعواطف وممكن تديله بلا مقابل، فبيبتدي هنا يعمل نوع من أنواع الاستغلال العاطفي، وده مختلف عن الإشباع العاطفي. الإشباع العاطفي إنه إنسان بيكون عنده احتياج لعواطف معينة، سواء من الحب أو الحماية أو الأمان أو الاستقرار، وبيحاول إن هو يبحث عن الشخص أو المكان اللي ممكن يديله ده، وبيحقق له نوع من أنواع الإشباع العاطفي. أما عملية الاستغلال فهو شخص بيبتدي يلعب على مشاعر الآخرين ويستغلهم ويراوغ في كيفية استغلال المشاعر، ودايما بيكون عنده منطق ان هو ازاي ياخد مش ازاي يدي. مظاهره ان انا بستغل نقط الضعف اللي عند الاخرين، سواء كان الاخرين دي ام او زوج او حبيب او اي شخص مهما كان، اول ما احس ان انا قادره استدر عطفه وقادره ان انا استغل مشاعره وقادره ان انا استغل عواطفه واعمل على هذا الاستغلال، فده نوع من انواع الاستغلال العاطفي. ودايما كلنا لما بنبقى خارجين من ازمه او صدمه او اخفاق او فشل، بيبقى عندنا نوع من انواع الوجع العاطفي اللي ممكن في ناس تقدر ان هي تعمل لنا اشباعات وتطمنا وتحاول ان هي تاخد بايدنا وتنقلنا للحاجه النورمال، وفي ناس مستغلين بيستغلوا ده وبيبتدوا يطلبوا بيها طلبات كتيره جدا وبياخدوا بيها مقابل كبير جدا. هو في الحقيقه مدرب كل الاطراف، يمكن اكترهم اللي بيحاول ان هو يستغل عاطفيا، لانه بعد شويه ما بيلاقيش حد يتجاوب معه عاطفيا، فبيتحول من قدرة على الاستغلال العاطفي إلى نوع من أنواع العطش العاطفي اللي ما بيعرفش يلبيه من أي حد، لأن أغلب المقربين منه بيبتدي يبعدوا عنه وبيبتدوا ما يحققلوش الرضا حتى العاطفي. كمان مدر على الشخص اللي بيدي، لأن بعد شوية بيحصله نوع من أنواع الصدمة، فده بيخليه إنه هو مش قادر يدي عواطفه حتى لحد يستحقها، فبيبتدي يبقى حريص جدا في إعطاء العواطف أو المشاعر أو الحنية، فيأذي نفسه لأنه مش قادر يستمتع بمتعة العطاء، وفي نفس الوقت بيأذي الآخرين لأنه مش قادر يستفيد منه. لا، الحب إيجابي إن أنا أعلم اللي قدامي إن لازم يدي، فشوية أنا أبقى أكثر قدرة على إخفاء هذا العطاء. الحاجة الثانية، هل هذا مدمر؟ لا، مش مدمر، بالعكس ساعات بيبقى علاج. ساعات بيبقى علاج للطرف اللي قدامي عشان ينتبه وعشان يبتدي هو كمان ياخد ويدي. فهنا التوازن في العلاقات الإنسانية هو أساس العلاقات الإنسانية الناجحة. فهنا ساعات بفرمل اللي قدامي ليه عشان يعمل توازن، عشان الطرف الآخر يشعر إن هو بياخد حاجة، لأن التعود على الأخذ بيخلي الإنسان مش فارق معاه إن هو بياخد ولا ما بياخدش، لغاية لما ينتبه إنه السيل ده وقف فيبتدي يدور عليه.